شنو كنتي تتمنين اسمك يكون؟ كنت أتمنى اسمي هو اسمي اللي موجود بالجنسية يعني. صحيح الربيعي لقبي موجود بالجنسية والجواز، بس كنت أتمنى أن يكون إنعام حشمت، لأن اسم أبويا اسم مميز وكان يمكن أكثر أخذ وقعة يعني أو تميز إيه بين الأسماء. يعني إحنا حالياً أنا وخواتي، خوات الدنيا يعني، بنات حواء، فاطمة الربيعي تحياتي إلها، وزهرة الربيعي، وأكو يمكن حتى رجال ربعيين زين. ف يعني هو مشى نعم ربعي، بس قلت لك كنت أتمنى نعم حشمت، بس الحياة والمكان اللي أنا أجيت منه ردت إنه الناس اللي ما كانت تعرفني بالعمارة ما كانت رايدة تعرفني احتراما لإخواني أو كذا، لأنه أكو نظرة أو أكو كذا على الممثلة طبعا. مكان الميلاد اللي تمنيتي يكون؟ اتمنيتها هي العمارة يعني. أنا عندي العمارة لا تقوم ولا تقعد، نعرف أسمر وين مربى، تعرف ماي عمارة طبعا.